ديال المغاربه بزاف هنايا حاصلين تقريبا شي 200 واحد ولا 200 300 واحد. مشينا على اساس اننا باش نمشيو عندنا ريزيرفاسيون ديال التران باش نمشيو لكالينينغراد اخويا باش نسيبورتيو المنتخب ديالنا لعب تما. فاذا بينا فاش كان وصل تما تنتفاجئوا انهم تيقولوا لنا ما تمشيوش في التران غادي تمشيو في الطياره. افيكتيفون مشاو شي دراري الصباح شي مغاربه مشاو فابور في الطياره. جينا حنا جابونا لهاد لاجونس ديال الاساس اننا خويا حنا غادي ناخذوا لي تيكي ديالنا هادشي المساله هادي ناخذوا لي تيكي وغنمشيو نمشيو لكالينينغراد. فاذا بينا خويا كنتفاجئوا تيقولوا لنا خصكم تخلصوا 9000 روبل 9500 روبل باش تمشي نهار واحد وترجع. هادشي هذا اللي ما قبلوهش الدراري ولو انهم بغاو يخلصوا راه الثمن الرسمي شي حاجه اللي غاليه بزاف ما قدوش عليها الدراري. فبالتالي كنحاولوا نربطوا الاتصال اخويا بالناس ديال السفاره ديال المغرب هنايا في روسيا ما كيجاوبوناش نهائيا. الدراري طلع لهم الدم بزاف تقلقوا مالوريزمون جاو واحد الناس من بنغلاديش مشاو على اساس انهم باش ياخذوا تاهما لي تيكي عيطوا للسفير ديالهم جا سور بلاص جا الطاير وقف هنايا وقف معاهم خداو لي تيكي ديالهم ميم با 5 ديال الدقائق مشاو. حنا بقينا تقريبا دابا هنايا راه ماشي 12 ديال النهار وحنا هنايا دابا راه هي 9 دابا يا 9 ديال الليل دابا كاين هنايا في موسكو والو ما داروا معنا حتى شي حل نهائيا ما كيجاوبونا الناس لا ديال السفاره لا حتى شي حاجه. مالوريزمون حنا ما سميتناش ليلى الحديوي ما سميتناش دنيا باطمه ولا حاتم عمور باش يجي يوقف معنا شي واحد لا غير مغاربه ما كنسواو حتى شي حاجه لا في المغرب ولا خارج المغرب. صراحه الناس ديال شوف باش حنا عاوتاني بلا ما نكونوا عاوتاني كنقصروا في حق شي حد لا ما تنضربوش في الناس ديال روسيا كنضربوش في الشعب الروسي. بالعكس الشعب الروسي على راسنا وعينينا استقبلونا احسن استقبال يعني بلاد عمرنا شفنا بحالها وكنظن ان عمرنا غادي نشوفوا بحالها من هنا للقدام لانها واحد البلاد ديفلوبي بزاف. وهذا ميساج لذاك الناس اللي كيتقاتلوا من 1994 باش ينظموا المونديال راه هاد الناس هادو راه فايتينكم الاف الدرجات وما غتوصلوهمش. اش منك يا مترويات اش منك يا شي حاجه زعما الناس اللي ديفلوبي بزاف. واش نقول لك اخويا هنايا راه الدراري من غير انه باش سمعنا هاد الخبر ديال انه ما تيجاوبونا ما حتى شي حاجه جاو شي دراري من بعد ما خلاوهمش يدخلوا لاجونس. حنا دابا راه الداخل ديال لاجونس جاو شي دراري ما خلاوهمش يدخلوا لاجونس شي مغاربه واخا كانوا شي وحدين بغاو يقطعوا التيكي ديال الطياره تيقول لك راه ما كاينينش التيكي ما عرفنا دابا شنو غادي نديروا. الدراري مقطعين لي زوطيل ديالهم في كالينينغراد طلع لهم الدم بزاف. دابا حاليا في هذه اللحظه هذه راه ربطوا اتصال بشي واحد يمكن من السفاره تيقول لهم ما عندي ما ندير لكم ودخلنا عليكم بالله شنو لدرجه ان الدراري ولاو هنا يتهددوا انهم يقطعوا الباسبورات ديالهم ويطلبوا اللجوء. قال لك ما بقيناش بغينا نرجعوا لذاك البلاد هذيك البلاد ما يعني ما هزاتش بينا ما عطاتناش قيمه ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو الميساج اللي بغينا نوصلو راه المغربي دائما بداك الباسبور محقور باسبور خضر ما ساوي والو. ومساله اخرى عاوتاني حتى راه كاينين شي دراري معانا واحد من عنده الجنسيه ديال الميريكان عنده باسبور احمر تا هو واحد عاوتاني باسبور ازرق الله ما خلاهم يمشيو بالله لا في التران لا والو لا حول ولا قوه الا بالله.